شكرا محمد السعدون الكواري، الشكر كذلك لضيفيك في الاستوديو. أيها الأحبة الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، قمة السبت الممتاز مكانها هنا في أنفيلد، قلعة الريدز، نادي ليفربول في عصرية إنجليزية من عصريات البريمير ليج المثيرة هنا، حيث أحمر ليفربول يستضيف أزرق تشيلسي في مواجهة يبحث فيها كل فريق عن نفسه. مرمى كوكوريا، لدينا باديا شيل بالإضافة لفريق تشيلسي، لكنها كانت طويلة. هنا جاتيو، بدري 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 بدري، كاي هافرتس يعلنها من بدري، نعم ويسجل. أتمنى أن تشاهد حكيم يلعب بنفس الأش، عرضية زياش عالية لكن بعيدة عنه. عنده كرة في اليمين، يراوغ، يريد أن يمر، ممتاز الكرة. يا جاكبو كريستال بالاس، بينما هنا لدينا جالاجر، عنده كرة يحاول فيها مينر، والعرضية ترسل، التغطية بالنسبة لفريق تشيلسي. هنا حكيم زياش، عملية المرور بصورة جدا مميزة في على ذلك من باديا شيل إلى حارس المرمى. كلوب، كرة منقولة في الطرف الأيمن، تحول ليفربول في هذا اللقاء، كرة منقولة ممتازة، الفريق ليفربول وصلت في الطرف الأيمن، الكرة طالت إلى خارج الملعب وتحولت بإشارة الحكم. شي ممتازة على الماشي، جميلة كانت الكرة، ولا مريرة إلى ميزو ماونت، ماونت يحاول فيها لكن في 19، بينما هنا كرة منقولة باتجاه يسل، الكرة ما زالت قائمة لكن جالاجر في التغطية الإبعاد، هنا يأتي وكذلك خطأ كان موجود باتجاه اليوت، بعد ذلك بتعود من جديد لكن ومكان جاكبو، جاكبو جاكبو، بعيدة بعيدة، وينها التسديدات يا جاكبو، وينها المميز، رائعة خطيرة من كاي 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 كاي، تعود بعدها في اليسار، صراع من أجل كرة، حوار، جول الجول الجول، ما زالت قائمة هنا، التصويب بعد من جانب ماضي في سيطرته، في فرصه، في فرصة عن طريق محمد صلاح، ممتازة تمريرة جديد لمصلحة ليفربول، لكن من الطرف الأيمن صلاح، تمريرة بل تفويت الكرة في الأخير، تتحول إلى خارج الملعب، رمية جانبية لفريق تشيلسي. تياغو من جديد، كرة ما زالت قائمة لفريق هول، عنده كرة كوكورية من جديد، نقلة من الطرف الأيمن لكن خطأ، خطأ كان موجود لنا جورجينيو، شالوباب، عنده كرة سقوط، حكيم يرسل الكرة لها فمقوسة باتجاه كاي هافرتس، لكن لم تأتي الكرة مثل ما كان يريد اللاعب الألماني في الأخير، يعني أن يقدم أكثر لكي يتعاجل. هنا الفرصة من روبرتسون، جميلة كرة منقولة، عرضية خطيرة تأتي، والرأسية من باديا شيل، الفرنسي أراد أن يعلن أول أهدافه هنا من أنفيلد، باديا ليفربول، عرضية ترسل عالية والفرصة خاطئة من تياغو، بعد ذلك لويسون أو جالاجر، خطأ لويسون في اللقطة الماضية، بطاقة صفراء، تغطية شالوباب يبعد عن طريق إبراهيم، نقلة في اليمين، جاكبو حاول، كرة قطعت لكنه استعاد تياغو، ولكن مواطن كيما تصدر أولى تسديدات نادي ليفربول. جاكبو عنده كرة في الطرف الأيمن، كوكوري، زياش هنا يتقدم، يرسل كرة طولية ولكن سهل، حكيم زياش، كرات طولية التي جماهير القلعة الحمراء، وصلت إلى محمد صلاح، عرضية تأتي خطيرة ولكن لا يصل، روبرتسون لم يصل للكرة الماضية، كرة يرسل لها كرة لكن تسلل، تسلل كان موجود، إليوت عنده كرة عرضية، تياغو سيلفا في اللحظة، سالويسون ممتازة في اليسار لكن وين الكرة؟ ما زالت الخطورة قائمة، بعد ذلك السقوط وخطأ، خطأ كان موجود لجورجي، هافرتس سقوط بدون خطأ، ستيفن باس ملعوبة كرة، استلام بشكل ممتاز، بعد ذلك تسديدة لكن بعيدة بعيدة بعيدة، رائعة كرة نابي كيتا، رائعة كانت كرة نابي كيتا وردت في زياش، يحاول فيها لكن روبرتس سقوط بدون خطأ، أليسون تغطية كانت حاضرة، أوه يا إبراهيم، يا إبراهيم كرتين،
إبراهيم كوناتي كاية الشوط زياش يرسل كرة لافة ولكن كان بخيلا في أهدافه بينما هنا فرصة تأتي أولى من خلال كرة في وقت الحديث عن بخل شوط المباراة تومنور والحارس كيبا يتصدى فرصة ما زالت محمد صلاح حاول فيها الرأسية ما زالت نابي كيتو تياغو موجود هذا الشكل بالنسبة لي راسية تاتي فرصة الجول جاكبو وكأن هناك مرمى آخر يا جاكبو وكأن هناك مرمى عالي بعيد إليوت يرسل لك كرة عالية التغطية موجودة الكنار في الطرف الأيمن يسقط يطالب بوجود كرة خطيرة جاكبو ضاعت إليوت في فرصة سقوط من دون خطأ عادة في اليمين هنا تمريرة مينر عرضية لكن تغطية عرضية لا تأتي لكن تغطية موجودة كرة من إليوت في دوري أبطال أوروبا كما أظهرت الكثير تأتي غالاغر عنده كرة وتزيد لكن إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية تشيلسي بعد ذلك في وسط الملعب مجددا الراسية لكن غاكبو ما زال عند كرة وصلت عرضية تاس الله 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 من الطرف الايسر من جانب مودريك لكن طالب ينقل كرة باتجاه مودريك راح نور بعد ذلك مودريك الله الله اوه يا مودريك يا لها من يرسل كرة عالية بعد ذلك أليسون بالمهارات الفردية زياش والتسديدة اليسارية اوه داروين نونيز غاكبو لكن حارس المرمى زياش لديه كرة عرضية ترسل والفرصة من مودريك لكن إلى خارج الملعب جدا بارعة من جانب زياش في اللقطة الماضية كرة إلى زياش وتقدم عرضية زياش الله هذه هدية مغربية عند كرة نونيز يحاول نونيز مونت لكن كوناتي وعلي الطرف الايسر بعد ذلك العرضية ولكن ايضا وبيقابل ظروف مختلفة تحت أسماك قرش ومسيف وأنا بيطلع حسام هو طول بينه إنه يتجاهلها كلها، غريب بقى أسماك قرش ومسيف مضطر تتجاهل